اذا يعني حبيتي نحكي لك نحكي لك الفئات كامل العمريه ونشوف باسكو علاش، لانه حتى من كبار السن يحتاجوا للماء. ممكن لما نشوفوا الكميه الماء اللي يحتاجها الجسم تاعنا تختلف من فئه لفئه اخرى ومن فصل لفصل اخر وحسب الميزان ايضا، ولكن عموما الحسب يعني الدراسات الطبيه ان الكميه اللي يحتاجها الانسان البالغ هي 3 لترات من الماء للنساء، هذه بالنسبه للذكر. بالنسبه للاناث ممكن اونتر 2 و 2.5 لتر بار جور، للاطفال الصغار اونتر 1 لتر حتى برسك 1.5 لتر بار جور. هذا ابيبري نقدر نقولوا الكميه السوائل اللي يحتاجها. السوائل لازم تكون بشكل الماء وايضا متوفره في الاغذيه، كاين الاغذيه تكون غنيه السوائل، نذكروا مثلا الخس، الدلاع، البطيخ، الشمام، الخوخ، ممكن الخيار، هذو اطعمه غنيه جدا بالماء راح يعاونونا اكثر من جسمنا، خاصه انهم يحتاجوش فقط على الماء ولكن على الفيتامينات وعناصر اخرى. واذا تحدثنا عن الرضع خاصه اذا ما شفنا انه كاين رضع يرضعوا رضاعه طبيعيه وواحد اخرين يرضعوا ايضا الحليب الاصطناعي دكتور. داكور، دونك شوفي بالنسبه للرضع كاين لاباس الرضيع في 6 اشهر الاولين تاعو لازم يكون يرضع من طرف الام. عدد مرات الرضاعه يكونوا يتراوحوا بين 8 ل 12 مره في اليوم. هذا نزيدوا من هاد الكميه في الصيف. وي دو بريفيرونس باسكو جينيرالمون في الام ترضع ابنها كل 3 ساعات تقريبا، كل 3 ساعات. اذا كانت في فتره الصيف مفسح انها ترضعوا مره كل ساعتين ونصف كل ساعتين، هذه زيد اونتر 12 فوا بار جور، هذه بالنسبه للرضع. واللي يشربوا حليب اصطناعي؟ الحليب الاصطناعي يعني نقدموا لهم الماء ما نقدموا لهمش دكتور؟ لا، من المستحسن انها تكمل في الحليب فقط، باسكو علاش الجسم تاعنا باش تدخلي لي عنصر جديد مره في شغل بريطالمون ما تصلحش، دونك دو بريفيرونس انها تمد ابنها الحليب الصناعي ولكن بكميه زائده على المده السابقه. يلا الان